كل يوم جمعة كنا بنصحى بدري مفزوعين بسبب صوت جرس كان حد بيرنوا على جرنا اللي ساكنين جنبنا بس كان بطريقة مستفزة جدا يحط إيده على الجرس تن 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 ما يشيلش إيده خالص لحد ما الصوت يختفي بعد فترة طويلة كنا بنصحى مخضوضين ومش فاهمين هو في إيه ولا مين اللي بيعمل كده من كتر تكرار الموضوع لقيت إن أنا عايزة أعرف هو مين اللي بيعمل كده فصحيت بدري وبدأت أراقب كده واستنى إنه الجرس يبتدي يرن فعلا أول ما الجرس بدأ يرن فتحت الباب قعدت أبص كده من بعيد لقيته ولد صغير كان أدي تقريبا أو نفس السن تقريبا فقلت أطلع له طلعت له قلت له هو أنت ليه بتعمل كده؟ أنت بتزعجنا جدا كل يوم جمعة غير كمان أن ممكن أصحاب البيت اللي أنت أصلا بترن الجرس عليهم دول ممكن يكونوا تعبانين حد نايم ما يصحش فراح بص كده وأكني ما بقولش حاجة وقعد يكمل تاني إيه رن قلت له على فكرة أنا بكلمك قال لي انا بس ما بقولكيش حاجه انا بصحي واحد صاحبي ان هو هيجي يلعب معايا طيب قلت له ما انت ما صحيتوش لوحده انت صحيتنا احنا كلنا صحيت اكيد كل الناس اللي في البيت غير صاحبك مش بس صاحبك اللي صحي فبرضه ما اهتمش خالص بكلامي وكمل رن 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 لغايه ما صاحبه فجاه فتح له وهو متضايق قوي بيقول له انا كل مره اقول لك تبطل ان انت تقعد ترن الجرس بالطريقه دي انا ماما تعبانه جدا من امبارح ومصدقه انها عرفت تنام فالولد فجاه كان اتدلق عليه ثلج بدأ يبص في الأرض ويحاول يعتذر لصاحبه ويبص لي مستني إن أنا هحاول أنقذه بأي حاجة أو أحاول أجمل الموقف، الموقف كان صعب قوي قعد كمان يعتذر لي عن أنا كمان إن هو صحاني، قعد يحاول بكل الطرق إن هو يعتذر لنا وفجأة اختفى. من ساعتها الصراحة كل ما يجي فبيعملش كده تاني خالص، بقى بيرن مرة واحدة ويستنى حد يفتحه. لوجي البنوتة الكبيرة العقلة شاطرة جدا في المدرسة وكمان بتحب العزف والغنى بس بتحب تقعد على الموبايل أوقات كتير أوليفر ولد مؤدب جدا عنيد وبيحب يلعب بالموبايل بيساعد ماما في البيت لما بتطلب منه وكمان دبلوماسي جدا معانا النهاردة في حوار عائلي جدا عيلة لوجي وأوليفر وهما ماما كارن وخالته نفين لوجي وأوليفر عجبتهم جدا فكرة الطلبات واستغلوها علشان يطلبوا من ماما وخالته كل اللي نفسهم فيه ماما كارن وخالتو نيفين هما كمان أكيد ليهم طلبات تانية من أوليفر ولوجي وشايفين إنها طلبات مهمة ولازم تتنفذ النهاردة حوار عائلي جدا مع لوجي وابن خالتها أوليفر معانا دلوقتي ماما نيفين وخالتو كارن أهلا بيكم أهلا حضرتك ماما مامة لوجي <applause> وخالته كارين مامت اوليفر تمام الاول علاقه الاول آآ آآ اوليفر بلوجي عامله ازاي يا ماما فين فين الاول بصي هي لو. لوجي بنت وحيده بس اقرب حد ليها هو اوليفر ابن خالتها اوكي فهم كانهم اخوات بالظبط مع ان في فرق سن كام سنه, سنة، اربع خمس سنين اه تقريبا أوه. طب هل بيتخانقوا مع بعض؟ اه زي اي اتنين اخوات تلاقيه شويه نحب بعض شويه نتخانق مع بعض لكن بره بره القصه دي لا هم اخوات يحبوا اه يعني يدافعوا عن بعض, بعض. بالظبط كده يدعموا بعض ممكن يشجعوا بعض اه ده آه كتير <applause> والله <دا> <applause> اه والله ده العادي اه ده كتير طب مين بيكسب في الموقف في النهايه بقى هما ولا انت؟ <applause> لا الجيل الجميل الصغير الجيل الجديد الجيل الجديد طب ماما بتزعقي اللوجي؟ اكيد زي اي ام بقى اصليه عادي اصيله محدش بيسمع الكلام فلازم نقعد نزعق طب ايه اللي ودي مشاكل اكتر سبب بتزعقي اللوجي عشان الموبايل القعده على التليفون اه كتير هل انتم بس عاملين رولز مثلا او اتفاق انه يبقى وقت معين فهي بتعديه يعني ايه اللي بيحصل؟ بصي هو المفروض هي لوجي شويه من وهي صغيره متعلمه حاجات كتير ميوزك بيانو جيتار وغنى والكلام ده كله فهي المفروض كنا بنقسم الوقت في جزء للمذاكره وجزء لانها تعزف وتقعد تغني وتعمل الاكتيفيتي بتاعتها آه. وجزء تاني للموبايل أو احنا بقينا طول الوقت في الموبايل بنديش وقت لاي حاجه هل شايفه انها ده مأثر على مستواها الجزء الفني او مستواها بصي صراحه لا في المدرسه لا وفي الفني لما بيطلب منها حاجه فابتدت ايه يعني لما يطلب حاجه هعملها ما اتطلبش خلاص آه عايزين على الموبايل 24 ساعه <applause> بس طيب ماما بقى هنا ماما لما في موقفك وانتي ماما مش خالته بتزعقي برضو الاوليفر اه انا عندي اوليفر شويه عنيد ف وبرده بيحب يمسك الموبايل كتير هو ده بقى اغلب الجيل طالع بيحب قوي يمسك كله الموبايل بالظبط يا اما يقعد يلعب عليه يا اما يشوف حاجات على السوشيال ميديا فده بقى بيأثر اه طبعا بيأثر علينا في مذاكرتنا بيأثر علينا في علاقاتنا مع بعض بيأثر علينا في تركيزنا فطبيعي بنختلف في, ف... بي. طب, في... في ف... طب, طب ممكن التصفيق. ماما كخالته بقى تزعقي لاوليفر؟ بيحصل لما بحب الاحتراق على طول بيحصل ليه؟ <applause> لما بنبقى متجمعين كلنا يعني احنا بنحب نتقابل كتير احنا اقرب اتنين لبعض اوكي فلما بنتجمع هم لوزي على الموبايل واوليفر على الموبايل واحنا بنبقى قاعدين مع نفسنا فطبعا بزق هي بتزعق لوزي وانا بزعق <applause> لوليفر لو. اه عشان نسمع الكلام طب بتلاقوا ساعتها صدى يعني الموضوع بيبقى تاثيره كويس يعني اه هم بيسمعوا يعني اوليفر يسمع لخالته اكتر ما يسمع كلامي لانه دايما واقف معايا ند بند ماما لا انتي طول الوقت بتدي اوردرز فانا مش هسمع الكلام لكن خالته ما بتقول بيستجيب بي... شويه فعشان جاب نعكس بقى ونفس القصه برضو مع <applause> لما تقولي <applause> برضو هو بقى يعني خالته واحنا قاعدين مع بعض فمش هينفع ماما قالت مش هسمع بس خالته عشان ما تزعلش ايوه <applause> <applause> طب ومع مع مع, برضو مع لوجي برضو بيحصل معاكي كده ان هي برضو بت بتسمع لك اكتر اه لوجي كمان عشان انا اصغر حد في خالتها فانا بالنسبه لها بتتعامل معايا شويه مش خالته اه قد ما لا كوكي صغيره كده آه. يعني بنتعامل بشكل مختلف مع طب هم مثلا لو عايزوا حاجه وراحوا قالوا لماما يعني لوجي قالت لك واوليفر قالوا هل ممكن لو قلت لهم لا لو قلتي لوجي لا هل ممكن لوجي تلجا لخالته عشان خالته تلف وتحاول تقنعك؟ اه ممكن في بعض المواقف تعمل كده وبتعرفي تقنعي ماما لو حاجه انا شايفه انها اه كويسه <applause> ومش هتضرها وهي بس لمجرد العند معاها مش هتنفذها لها او فاقنعها لكن والعكس. لو لا بنصحها لوجي يعني اه طب ولو العكس بقى لو لو قلتي حاجه غلط برضو لاوليفر هل ممكن برضو اوليفر يروح لخالته اه خالته بالنسبه لها هي اللي هتدلع اصلا اه <تكتب> كده كده هلجا لها <تكتب> بيعمل كده قولي برضه هو بيلجا آه. يعني لو سالناه لو في حاجه عايزها يروح لخالته يعني لو في طرف تاني غيركم ممكن يروح يحاول ان هو يقنع يقنعه يقنع ماما احسن اه ما هو على حسب اللي بيجي بقى في باله وقتها لو بابا اللي هيوافق فاروح لبابا لو خالته اللي هتوافق اه بالظبط وعلى حسب الموقف وعلى حسب هو فين بيلجا لاكتر حد هي. هيوافق غير ماما طب هما بيساعدوا في البيت؟ الوجي بتساعد في البيت؟ اه الحقيقة اكتر طلب بتطلبيه منها ايه؟ في البيت اكتر طلب لا الاكل عشان هي بتعمل اكل كويس <applause> انها تطبخ يعني اه الله حلو ده اه اتعلمت ده وبقت بتحب تفنن وتقعد تطلع حاجات من على اليوتيوب يعني هي بس دي الميزه الوحيده في السوشيال <applause> ميديا انها بتطلع حاجات انها بتطلع حاجات وتتعلم منها فتعملها لكن تنظيف والكلام ده انت مالهاش في الجو اه انا منوته طيب. دي مست البنات <applause> اه واوليفر بقى ماما بتعاني هنا بقى ماما بتعاني بغير اه طبعا يعني ولاد بقى موضوع مختلف لا طلب بس... بتطلبيه منه ايه طيب في البيت؟ اه في البيت انه ي... يوضب برضو على الاقل قطه هو بيستجيب لده جدا بصراحه هو بيحب مش يعني انا لو حتى طلبت الموضوع اشمل يعني اوضب آه, آه اكتر من الاوضه اه أو, او ما تبهدلش الدنيا أو, او اول حاجه بيعملها قطه واخر حاجه هي بس بيوضبها حلو جميل يعني. طب تفتكري لو في رحله في المدرسه ولوجي قلت قلت لها ماما قالت لها لا مش هينفع تطلع هتعمل ايه هتروح لمين اه لا لكوكي هتروح لكوكي وانتي وانت تفتكري كده برضو؟ لا ممكن شويه في الرحلات بابا بما ان بابا هو المتكفل ال آه جد جدها يعني ولا بابا بابا لا بابا لا بابا, بابا وهو يعني بابا اوليفر اه لا انا قصدي انا قصدي لوجي لو عايزه هي بتقول ماما بتقول اه لو لوجي لو اه تقول لي عشان أه, أه, اه عشان اقنعها عشان اقنع نيفين لكن انا فاكره على اوليفر اوليفر يروح لبابا اه لا هي أو ممكن اه في اي حاجه فيها ماديات يبقى بابا, بابا يمكن <applause> <applause> ل... هو طب لو, لو 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 اوليفر جات له هديه وهو مش عاجباه مثلا ممكن يعمل ايه؟ لا ما بيدهاش اهتمام مش اكتر لكن اوليفر شويه ما بيحبش يحرج حد يعني خلاص هي بالنسبه له جميله وشكرا و وبعدين يبقى اه وبعدين بالظبط طب لوجي ممكن تعمل ايه؟ هل ممكن تحرج حد او تقول له مش عجباني؟ <applause> لا خالص بس تبقى بعديها متضايقه هطلع عليك بقى <applause> <ده طيقي. تصفيق> <هتطلع عليكم> الموضوع <applause> بعد كده طيب لو لو اوليفر هيجيب هديه لاقرب حد ليه او لحد بيحبه في العيله هتفتكري هيختار مين؟ هختار ماما خالته لوجي حد رابع <applause> آه لأ ممكن لوجي هو بيحب لوجي جدا فلأ أعتقد ممكن أول حد هيجي في باله لوجي وماما طبعا عشان آه لازم بنلطف الدنيا <applause> شوية آه عشان آه. نطلب طلبات بعد كده <applause> اه وخالته <applause> برضه يعني هتلاقي في كذا حد وفي كمان حد دبلوماسي جدا فتلاقيه مش بيميز حد لوحده تلاقيه كل الناس اللي بيحبها بيفضلها مصلحه بقى مركز <applause> كل واحد مصلحته معاه فين يروح لها طيب آه تفتكروا لو خليناهم كل واحد فيهم يبقى مدير البيت يوم هيقرروا يعملوا فيكوا ايه؟ ممكن يمنعوكم من حاجه ممكن يخليكم تعملوا حاجه ممكن هم يعملوا الحاجه <applause> <applause> داخلين على مصيبه <applause> اه لا هيعمل ايه؟ لوجي مثلا هتعمل ايه؟ <applause> لا هتجمع اصحابها بقى ويعملوا حفله حفله وتقلب الدنيا ايه؟ طيب اوليفر لا انا اوليفر ممكن يكبرني اقعد اذاكر زي ما طول الوقت بقول له ذاكر زي ما بقول له اقعدي أذاكر انت بقى اذاكر انت <applause> ايوه طب تفتكروا بيبقوا مقتنعين ان انتوا فعلا بتخافوا عليهم ولا ولا لا شايفين ان خوفكم ده زياده عن الحد انا بالنسبه لي في الاول لا لما بنقعد نتناقش ونتكلم يمكن عشان جوجو كبرت شويه اه انت كنت خايفه عليا بس انت ما ليش باسلوب يفهمني ده اه ما تبقاش كده آه خالص بعد كده لازم نقعد نتناقش بعديها عشان تفهم انه ده كان إن اللي الخوف لكن وقتها لا والعند بيشتغل بقى وقلة سماع الكلام وكده طب اوليفر بيبقى شايف ان فعلا ما ماما بتخاف عليه ولا ماما يعني زعيها او رفضها لا زيادة الموقف مش مش محتاج ده كله اه لا هو بيبقى شايف او متخيل ان انا بس بزعق له وهو انا مش فاهماه ومش قادره اتواصل معاه انت كل حاجه بزعيق وكل حاجه عايزاني اعملها غصب عني لما بعد كده ينجح في الحاجه دي او يجيب فيها زي عشان اغلب يبقى حاجه المذاكره يعني اه فيرجع بقى اللي هو ايه اقول له انت مبسوط برده ما بيرضيش يعترف من اول مره بس اقول له انت مبسوط انك نجحت وجبت اه في الماركه اه طيب شفت لما افكرونا بقى يقول لي اه كان عندك حق طب لو احنا سالناهم بقى بيزعلوا منكم في ايه؟ لوجي هتقول بزعل من ماما في ايه؟ ممكن زي لوجي هتقول بزعل من خالته في ايه؟ برضه هي عارفه ان انا عصبيه ومش اي حاجه بوافق عليها. طيب اوليفر هيقول بيزعل من ماما في ايه؟ برضه عصبيه واوردرز كتير. عصبيه طب اوليفر بيزعل من خالته في ايه؟ لا بيتهيألي. اه لا مش بيزعل من خالته في حاجه، خالته بتدلع انا شايفاه جميل. دلع دلع دلع. طيب احنا دلوقتي سالناهم شويه اسئله لوجي واوليفر عايزينكم تتفرجوا معانا دايما تبقوا قلقانين. تتفرجوا معانا على هم قالوا لنا ايه ونرجع نشوف بقى القلق ده يعني. كان يستاهل الموضوع ولا لا تعالوا نشوف بقى لوجي واوليفر قالوا لنا ايه في حوار عائلي جدا جدا اهلا اهلا ازيك يا لوجي الحمد لله على ايه؟ ازيك يا استاذ اوليفر اخبارك ايه؟ جاهزين لحوار عائلي جدا؟ ازيك انتوا ولاد خالة كازنز قريبين من بعض؟ أو قوي مع بعض طيب ولا اكتر صحاب وكويت وكده؟ لا في في الاكتريه اصحاب ماما بتزعق؟ لا على طول لا لا خلاص طب انت مثلا اكتر حاجه مامتك بتزعلك عليها ايه يا قلبي؟ اذاكر وقت اكتر من اللي انا عايزه اذاكر بس انا بقى عنبيه وما بسمعش الكلام لما بتكون زعلان بتروح تحكي لخالتك ولا لمامتك؟ مع ماما الاثنين بتساعده في البيت مع ماما؟ اغسل مواعين. انا برضه ساعات بغسل لها مواعين وبظبط الاوضه بتاعتي. طب ايه اللي بيزعلك من ماما؟ أبقى مشاكل الموبايل فجأة أخوي يجي يتخانق معايا فساعتها ماما بتيجي تزعل مني طب ايه اللي بيزعلك من خالته؟ لما هي تيجي تزعلولوش طب انتي ايه اللي بيزعلك من ماما؟ حوار ان انا اروق اوضتي دوت لا بيبقى في زنة قبليه كتير قوي عشان اروقها طب انتي بتروقي لوحدك ليه؟ انا بكسل طب بتزعلي من خالته ليه؟ اوقات بيبقى اخوه هو اللي غلطان بتزعل اوضي اه فانا بتضايق ايوه انتي اقرب من اخوه اه اخوه صغنن لو احنا خلينا كل واحد فيكم مدير البيت لمده يوم هخلي ماما وخالته يسيبونا نقعد على التليفون براحتنا ونلعب بلاي ستيشن يسيبونا نخرج احنا بقى نخرج لوحدنا طب بصوا احنا نلعب لعبه لو نفسك في حاجه ب... بتروح لمين وبيحققها لك بروح لتيه لو جالك في عيد ميلادك هديه مش عاجباك هتعمل فيها ايه هشوف حد من صحابي يا اما ممكن اديها لاي حد محتاجها طب دلوقتي انتوا الاثنين هتبقوا فريق واحد اوكي تحبوا تسموا نفسكم اسم ذا بلاك تايجرز بلاك تايجرز وماما وخالته هيبقوا فريق لوحدهم ضدكم تفتكروا انتوا هتبقوا اقوى وهتعرفوا تكسبوا وتقنعوهم ولا هم اللي هيكسبوكم احنا عشان احنا كاتبين حاجات ثمانية 88 الف جنيه لا احنا مش عايزين مادية بس يا ابني <applause> لا, لا لا في معنوية لا لا. ما في, ما في معنوية. حاجات معنوية وفي حاجات مادية في حاجه استغربتوها الاول من كلامهم يعني كلامهم كان شبه اللي احنا قلناه ما عدا بس هم زودوا حطوا التاتشات بتاعتهم في ايه طيب ايه التاتش يعني يعني بتروق بقى وبتغسل مواعين احلام يمكن في الحلم طب هو برضو على فكره برضو اوليفر في القلب انه بيغسل مواعين اه لا بس هو مش بيغسل مواعين بس توضيب اول شقه لما بيعرف ان في ضيوف اه بس لا هو فعلا ما بيعرف بالذات ان في حد جاي لنا بروح الاقي الشقه من بره بتبرق والحاجات بقى من ورا ازاي مخبيين ورا كان بقى <تصفيق> تحت الترابيزات اي <أنا تصفيق> حاجه مخبينها طب هم عامه سموا نفسهم ذا بلاك تايجرز اوه <تصفيق> آه. اه متوقعين ان هم هينزلوا فاهمه يعني فيه في في منافسه قويه قوي, قوي معاكم هم هيبقوا فريق واحد ضدكم مش ضد يعني بس هو فريق واحد بيستعد لمناقشتكم هم, هم هيطلبوا طلبات هيحاولوا يقنعوكوا بيها انتوا برضو هتكتبوا طلبات هتحاولوا تقنعوهم بيها تتوقعوا هما البلاك تايجرز هما لا يكسبوا ولا لا انتوا اللي هتبقوا مسيطرين ممكن تختاروا اسم لو عايزين اشك احنا اللي هنكتب ان شاء الله إن, هم ولا إن, ان احنا اللي إن <applause> <إن> نكسب <applause> لا <تصفيق> لا يا منافسه خلاص كومبيتيشن دلوقتي احنا اللي هنكسب ان شاء الله هنكسر النازله طيب احنا هنشوف هنسيبكم مع بعض انتوا تبقوا فريق واحد هتتحدوا مع بعض هنشوف بقى ماما نفين وخالته كارين او ماما كارين وخالته نفين هيبقوا قد البلاك تايجرز ولا لا هنعرف آه بعد الفاصل في حوار عائلي جدا جدا دلوقتي جه معاد المناقشة بين فريق بلاك تايجرز لوجي واوليفر وبين ماما وخالته او ماما وخالته يعني ميكس اند ماتش هنبتدي الأول من عندكم من عند ماما نفين وخالته كارن أو ماما كارن وخالته نفين. هنقول لكم طلبات لوجي واوليفر ورا بعض. أنتوا ماسكين المضرب لو موافقين على حاجة هتقولوا أوافق، لو معترضين على حاجة هتقولوا لا أوافق بشكل سريع من غير ما تبصوا لبعض. لوجي الأول عايزة نخرج سوا أكتر. وعايزه تليفون بمواصفات معينه من التليفونات الجديده الغاليه. عايزه تلعب فولي. <applause> وعايزه كلب. عايزه تاكل سمك ولا ما تاكل ليش سمك؟ ايه ده؟ سمك <applause> في سمك. نحط سمك. عايزه احط سمك، <applause> اوكي. حط سمك. وعايزه سفر بره اكتر. بياخديه معاك <applause> 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 السفر لامريكا لزياره خاله. ومفيش زعيق، <applause> وتخرج مع اصحابها، تقعد على الموبايل وقت اكتر، وبلاش ماما تفضل تزن عليا، أول طلب يبقى العكس، <تصفيق> <تصفيق> طيب أو... اوليفر بقى عايز بلاش زعيق برضو <applause> عايز نسهر مع بعض، عايز موبايل عايز بلاي ستيشن 5. عايز يحضر <applause> كل الماتشات لا مش كل يعني بعض الماتشات يحضر الماتشات الفكرة ذات نفسها، عايز كلب عايز يروح تمرين الكرة إذن <applause> وعايز ماما تشاركني في واجباتي <applause> وعايز عايز ماما تبطل تقف في صف أخوه لما يتخانقوا صح؟ وفكي. الحمد لله انها وافقت على البلاي ستيشن <applause> اه هي هي وافقت بس على البلاي ستيشن والخناق ما إيش حاجه ثانيه <applause> طب نجي لكم بقى <applause> الاول نبتدي من عند لوجي هقول لك طلبات ماما ايه وطلبات شفتو ايه؟ تمام <applause> ماما نزين طالبه من لوجي تبطل عند تبطل عصبيه آه بلاش وقت كتير على الموبايل تبطلي تسرع تبطل توتر وكل حاجه تبطلي <applause> اه, آه، تسمعي الكلام تاخد <تحض> بالك من صحتك <تحض دماغك> وخالته كارين بتقولك تسمعي نصيحه وما تحطيش دماغك بدماغ الصغيرين <تحض> اللي <دماغك> يكبري <تحض> دماغك>, <تحض> دماغك طيب آه، اولف ماما كارين طالبه منك تبطل عند وترتب الاولويات الاهم في الاقل كده وتقلل وقت التليفون <applause> الحمد لله وما تضيعش وقت وتبطل خناقه مع اخوك لا هو دي استحاله <applause> وتذاكر تسمع كلام <applause> تركز تحدد ساعات اللعب خلتوا بقى ان في طلبه منك بلاش مقاوحه و آه بلاش كسوف ما تبقاش مكسوف انك لما اجيب لك حاجه تاخدها حد لا يحب يجيب له حاجه طيب هنسيب بقى المضارب ونبتدي بقى نشوف ايه كل الاعتراضات كانت على ايه ونتناقش فيها آه اعتراض ماما على لوجي آه تلعب فولي ممكن ماما تقول لنا ليه ولوجي تحاولي تقنعي ماما عشان هي تعبانه وعندها مشكله في ايديها والفولي بيعتمد على الايد فانا خايفة عليه طيب حاول فكري تاني في كلام ماما ماما قصدها صحتك ماما انا عايزه اروح مش هتخانق <applause> انا آه بعد طيب نروح لحاجه بقى تانية لاوليفر اوليفر, أوليفر آه عايز آه يحضر ماتشات وانت وماما رفضت ليه؟ ايوه اروح اتفرج عليه في الاستاد في الاستاد؟ حتى لو ماتشين ماتشين هو عايز يحضر <applause> في هو انت فاكر ان يتفرج عليه وعايز يحضر الماتش في مكانه يعني اه في الاستاد لا ده كده في سقف الطموح بيعلى وانا مش واخده ماما كانت فاكره يتفرج عليه أصل... كمان في الاستاد يعني احنا حاجه زي مثلا كاس العالم يبقى احنا بنتكلم بره خالص وحاجه بشكل يومي آه لكن لو حاجه جوه مصر وكل أوه. فين وفين بتحصل يعني نشوف الموضوع ده أوه. ندرس اه يعني مصر. المبدأ مش مرفوض في مصر اه لا ندرس وانا فاكره في العادي لانه طول الوقت بيتلكك بالماتشات اي حاجه فيها كوره احنا عايزينها طب المناظره من حاجه ثانيه ليه رافضه ان هو يروح التمرين بتاعه ب... ليه لنفس السبب ليه؟ التمرين مخلي حياتنا كلها بقت كوره جيمز على الموبايل كوره آه <صفيق> الكوره بنلعب بيها في الشقه ونخبط في سقف ونخبط في في ازاز مفيش <صفيق> <هضح> حاجه بتتكسر <applause> الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> بس <هادالين>. فده <تصفح> طب اقنع ماما ان انت تروح تمرين الكوره ان انت قلت لي ان انا هقف فتره بعدها ابتدي من يوم السبت اروح وفي الاخر اه اتلغى بسبب الدوري وانا ما رحتش برضه هي الفكره زي ما قلت لك ان انت بتخلي كل حاجه <applause> من ساعه ما اشتركت في الكوره ان انت كل حاجه عندك كوره ودايما بت... بنرجع باصابات رجلنا مش عارفه مين دخل فيها فورمت ايدينا ايه وده بيجي على صحتك وبيجي على الدراسه والمذاكره هنركز في مذاكرتنا وبعدين نشوف موضوع الكوره هل انت شايف ان انت فعلا مؤثر لو بتلعب كوره مع المذاكره مش هتعرف تلتزم <applause> بالاثنين وتبقى كويس في الاثنين مع بعض لان انا بيبقى عندي وقت المذاكره وقت والتمرين وقت طب يا م... يعني ماما فكري فكري <applause> لو لو حتى هيتعمل له اختبار ان هو ده ما ياثرش على ده بس ساعتها مش, هتدل... مش هتلعب كوره في البيت أيوة أيوة لا مش هلعب في البيت طيب <applause> ماما فكري يا ماما آه لوجي لوجي كانت خالته طالبه منك انك ما تحطيش آه ما تصغريش دماغك وانت رفضتي فخالته الاول اللي طالبه منها طلب ده ليه؟ آه ساعات لما اخو اوليفر الصغير جيروم ما ممكن قولي <applause> <applause> لها يتخانق معاها ويجر شكلها فجاه بنلاقي لوجي ثلاث اربع سنين قصاده اللي لا هضربه زي ما ضربني لا همسكه وعلا. مش عارفه اعمل ايه فبقول لها لا انت بقيتي اكبر وقفي الموضوع ده عرفيني ده بيضايقك فما يعملهوش تاني ايه رايك؟ ما <applause> بقى بتضايق من كلمه اللي هو ايه انت الاكبر آه انت الكبيره انت وانت وانت, وإنت مش كل حاجه انا يعني مش معقوله كده <applause> عندك حق والله مش كل حاجه <تصفيق> <تصفيق> انا معاك في الحته دي اصل كمان بيبقى لا خدي بالك برضه هتلاقي في حاجات هتبقي انت كبيره فيها وفي حاجات هيقولوا لك لا انت لسه صغيره ايوه على حسب الموقف كده على حسب الموقف نشوف انت صغيره ولا كبيره بس هو حقيقة برضو مع الطفل الصغير برضو لازم تبقي انت برضه مش طول الوقت لازم ابقى صغيره شويه يا جماعه يبقى هو هيفضل طول الوقت بيتعامل زي ما هي بتتعامل معايا يبقى هو مهما كبر هيشاكل فيها برضو ده حب عجبتها بص من سكه ايوه ايوه انا لا يمكن ومستحيل توقف خناق مع اخوك ليه ورفضت طلب لا. ماما؟ لا لان هو على طول يعني هو مثلا طلب مني طلب فانا مثلا يعني تعبان او مش فاضي او مش عايز اعمل حاجه دي فهو على طول لازم يجي يتخانق معايا هو مشكله جيرومن ودايما بيتعامل لو عايز حاجه اترفضت يبقى ايد رجل نتشقلب اه كده بس برضو ببقى عايز عايزه يا اوفي ان انت تعرفوا ان ده غلط او نفذ اللي هو عايزه او نتناقش مع بعض فيبتدي يكبر انه يوقف انه يتعامل بايديه ويبقى فيه لغه حوار بس فانت طول ما انت بتتخانق هو مش هيبطل خناق صح برضه نفس القصه ما تصغرش دماغك ايوة قولوا له كده من الاول طيب لوجي كانت ان ماما تبطل تزن عليها كانت الماما كده ليه ده اول مره حد يعني يبقى العكس هي ما بتسمعش الكلام بسرعة، فأنا بزن. اه ماما معترفة بس صراحة. <applause> هي لو بتسمع الكلام بسرعة. عايزة تدافع عن نفسك، أنت ما الكلام بسرعة؟ أيوة يعني ماما مه... يعني أنت ما بتستنيش، فين إيه؟ أنا هعمل إيه. ما هو أنا بستنى. بس <applause> بستن. ما بتعملش. شوية كمان. ماشي. برجع أعمل إيه بقى؟ أستنى شوية وقت أطول، وبعدين أقول لها أنت خدتي بالك إن أنا استنيت مدة قد كذا؟ ماما ماسكة لك الستوب شوية ايوه ساعتها بقى أهو، خلاص. فكري إيه الحل؟ الحل انه تقولها مرتين بس طب ولما اتعملتش بعد مرتين مش عارفه نتكلم مع بعض عادي نستعمل اسلحه طيب كويس ما الشبشب الطويل لا فكري عشان احنا لازم نلاقي حل للحته دي بما ان انتم معترضين عليه طيب كان في اه ماما تشاركني في واجباتي ده كان طلب من اوليفر لماما كارن وماما اعترضت؟ أنا أوه. بحب إن هو يعتمد على نفسه هو اوليفر شاطر في ده بيعرف يخلص ورك بتاعه لوحده بيعرف يقعد يذاكر ويفهم نفسه <applause> فأنا هقعد هتبقى ايه لازمتي مجرد إن أنا هيبقى وقت رايح وممكن أعمل فيه حاجة تانية مفيدة أنا مش هبقى قاعدة إلهام ليه هو كده كده بيعرف يعمل ده لوحده. اويي <applause> يعني صح؟ أنا قصدي عشان مثلا لو أنا بعمل حاجة في الواجب وفي حاجة أنا مش عارف أفهمها أو مش عارف حلها حضرتك تساعديني إن أنا أدور عليها وتفهميها لي ما ممكن تيجي تسالني لكن احنا بنستسهل وتقولي يا ماما هاتيها هنتي طلعيها هانتي جاوبي عليها هنتي, علي هنتي. <applause> طيب ما ينفعش لازم تعتمد على نفسك وتسيرش انت عليها لما تطلع المعلومه انت هتلاقي نفسك فاكره ومش هتنساها صح هو البحث <applause> عن المعلومه بيخلي الموضوع <applause> اسهل <applause> انت تفتكرها <applause> بعد كده بس ان ماما تبقى موجوده احتياط يعني احتياطي لو <applause> حاجه ده تمام برضه بس بقى لازم انت تتعب شويه ايه رايك فكر برضه في الكلام طيب خالتك خالته كانت طالبه بقى نفين كانت طالبه منك بلاش مقاوحة وانت اعترضت برضو ما نفهم يعني ايه اه والله برافو عليك بتكتبي كلام يا خالتي ان انت مش كل حاجه تقعد يعني اشرحي مقوحه انت حد جميل او بيسمع الكلام بس مش طول الوقت فالوقت اللي مش بيسمع فيه الكلام بيجادل كتير ايوه يعني ما هو ان انت يعني لما تقول له حاجة إن انت لما تقول حاجة مثلا هم عايزينك تعمل حاجة انت مش عايز تعملها تقول لا عشان ايه؟ ولا تقعد او مش عارف تسأل اسئلة كتير او تقعد تن... يعني تبقى مش عاجبك الكلام كتير تجادل كتير تجادل صعبة برضه لأن انا ما بحبش حد يفضل يكرر عليا حاجة وانا مش حابة بعملها بلاك تنجرز يكسبوا شخصيًا شخصية اه ايه رأيكم ايه رأيك يا خالته في الكلام ده؟ بس ممكن نقول حاضر وبعدين نتناقش كتر كتر الجدال ده هيخلي اللي قدامك يتنرفز ويديك اوردرز بقى بعنف ما <applause> 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 <الكلام جميعي> <applause> آه. انت انتوا ما بتتناقشوش ما هو انتوا بتستفزونا ده الكلام جماعي دلوقتي ايوه اه انتوا شايفين انتوا ما بتتناقشوش ما بتدوشهمش فرصه تش يعني او انتوا مش بتشرحوا لهم ليه السبب ده ايا كان السن ده لازم يتعلم يسمع الكلام ويقول حاضر دي لا مش بالعكس السن ده محتاج يتقالوا ليه برضه اكتر بعدين. لا احنا بنتناقش <applause> بقى بس بس معترضين يعني انا واوليفر لا ولوجي لما بتلاقينا بنتناقش بس هم عامه في دماغهم هو ده اللي هيحصل فلما بنختلف معاهم لا اتناقش بقى من هنا للصبح فاحنا ما بيبناش ليه سقف وبعدين خلاص بنتناقش بس, بس هم قالوا لي حقيقه برده في في الانترفيو ان هم ساعات بيبقوا مقتنعين انه احيانا مش كنت قالوا احيانا <applause> ساعات بيبقوا شايفين او مقتنعين بكلامه بس <applause> ساعات لا ما دي كلها بقى الاحيان اللي قالوها دي بتبقى القله <applause> طب شايفين انتوا ليه مش بتقتنعوا في لوزي لوجي لان او قولي قولي يا أقول لان احنا احيانا بنبقى حاسين ان الحاجه دي في مصلحتنا لكن في الاسف لما بنيجي نجربها يعني بنندم يعني انتوا فعلا بتلاقوا في الاخر الكلام هو <applause> الصح طب ما ده اكتر دليل لما يجي حاجه تانية بقى واحنا عايزينها في مصلحتكم تبقى عارف بقى تستحضر اللي حصل قبل كده تفتكر اه ده قبل كده ده انا ندمت فبلاش لا اصل المشكله ان احنا ايه لو عملنا حاجه وندمنا عليها لازم نكرر تاني بقى كمان تكررها؟ ده عشان تندم اكتر ولا عشان تتاكد؟ اجرب الشعور مره تانيه الشعور مره تانيه شعور الندم ده حاجه مش الطف حاجه يعني عاجبك شعور الندم قوي؟ ده ايه الشعور ده يا ولدي؟ طيب لوجي لوجي كانت كانت ماما طالبه منك بلاش عصبيه وبلاش عنده وانت رفضتي ليه؟ علشان يعني مثلا بيبقى ساعات انا ببقى عايزه حاجه وهي مش عايزاني اعمل حاجة دي بس انا عايز اعملها فانا عنيده انا هعملها يعني هعملها ايا كان بقى هي صح ولا غلط انا عايزه اعملها عايز فانا هعملها برضه <applause> تعيشي <applause> لحظه الندم ايوه بس انا يعني. لما بندم مره اللي هو خلاص بس عايزه يعني سيبيني اعيشها علشان اتعلم منها عشان انا لو ما عشتهاش مش هعرف اتعلم منها يعني عندها حق الصراحه طب ها؟ ماما عندها حق بس انا دايما بقول لها انها حاجه مش تضرها يعني مش هيجرى لها مشكله او لا ما مش هي مشكله لوزي بقى شايفه اللي هيضرها واللي مش هيضرها نجربه فطب وليه ما في حد اكبر من اللي ما في حدود للضرر ده ما هو ده اللي انا بقوله لا يعني لو ضرر انها آه مثلا تعمل حاجه هت مثلا هيجرى لها حاجه يعني هتتكسر هيجرى لها حاجه هي صحياً صحيه أنا أو حاجه جوهرين. دي اكيد لا خالص لكن لو حاجه هتعلمها يعني في حاجات بوافق عليها وفي حاجات لا هي هي شايفه انه لا اللي ينفع ولا اللي ما ينفعش نجرب ونخوض التجربه طب وليه في حد كبير بينصحك وبيقول لك لا في الحاجه الفلانيه عشان كده كانت بنلا حتى خالته إلا تسمع النصيحه وهي قالت لا تقدر اسكو ارضاي ارضاي ده هتقدري توصل بعد الشهر طب هتفكروا بقى تفكري في الكلام ده فكري ايه لو يعني ممكن تقولي مثال طب ايه الحاجه اللي انت كنت عايزه تجربيها وماما قالت عليها لا يعني مثلا اه فكري من الصندوق افكر افكر مثلا مثلا وقت عايزه عايزه اروح حته لوحدي مواصلات مثلا او باوبر حتى فماما لا انا خايفه عليك طب ما في ناس تانية بتروح لوحدها ليه انا لا فيها ايه لما نجرب ردي بقى قولي لا فيها ايه ما انت قلت ان انا كبرت أم مثلا اه <applause> 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 يعني الحوادث اللي بسمعها وبتبقى بس في حاجات مع... قريبه طب انا هقول لك على حاجه يعني. في الموضوع ده عشان ده دي مشكله هو ال الحوادث يعني لو ربنا كتب لنا ان احنا يحصل حاجه هتحصل <applause> حتى لو انت معاه يعني بس هي مش لازم انا مش بقول برده مشاوير بعيده مش بقول انها ناخد ال يعني اول ما نبتدي نروح نطين حاجات صعبه بس هي لازم برده هي كبرت ولازم فعلا تبتدي تاخد مسؤوليه حاجات <applause> بس أنا بسيطه ابتديت اغير رايي هنسيبك تفكري ايوه يبقى نقف عند كده قبل ما ترجعي تاني رايك الاولاني آه احنا هنسيب آه هنسيبكم الاثنين ماما نفين وخالته كارن وخالت وماما كارن وخالته <applause> نفين الحلقه كلها ميكس في بعض هنسيبكم تفكروا الفريق مع بعض هنسيب برضو فريق بلاك تايجرز تفكروا مع بعض وهنرجع نشوف بقى لوجي والفر هيوافقوا لكم على ايه وانتوا كمان هتوافقوا لهم على ايه عشان نوصل ايوه في التواعدات وحاجات نوصل لعقد الاتفاق نكتبه في العقد بعد الفاصل بلاك تايجرز رجعوا دلوقتي هيفكروا او المفروض انتوا فكرتوا خلاص هتوافقوا من عند ماما وخالته على ايه وعايزينكم تبتدوا بقى تفتكروا كده ماما نفين توافقي اللوجي على ايه؟ أول حاجة موضوع الرياضة هحاول أخلي الدكتور يشوف لنا حل يبقى نشوف مع الدكتور الموضوع الفول. موضوع الفولي موضوع الحياة ده أنا أوريدي بحبه وما عنديش مشكلة هي عايزة الكلب وعايزة حوض السمك يعني ما عنديش مشكله اصل لا الكلب بيبهدل البيت فانا ممكن ما وفص. لا لا يا ماما ما هي ناخد بالها منه ربنا اوريدي كلاب كتير فما كانوا مبهدلين الدنيا ف.. <أه لا احاول اتعلم ادخله مدرسه يعني ممكن يبقى الشرط ان انا هجيبه ولو ما سمعش يعني ما عرفتش تدربه وما تدربش كويس خلاص مش اوكي ده حلو قوي ماشي يعني بشرط انك تبقي مسؤوله ماشي عن تدريبه ان لوزي تكون مسؤوله عن تدريبه طيب ماما كارن تحبي توافقي آه اوليفر الاول على ايه؟ آه اوكي يروح التمرين بتاعه الكوره اه واجيب له بلاي ستيشن لو جاب الميدل في في الدراسه السنه دي زي السنه اللي فاتت اه <applause> جيب البلاي ستيشن جيب <applause> طب والحيوانات <تشفت> <applause> <applause> ايوه يا, يا ام بلد. اه وهنا في رفض تام للكلب بروح العب عند خالتي ما اقدرش اه اه هما بيعملوا كده فعلا <applause> لو هي خايفه او حاول تقنعها او حاول تخليها ما تخافش طب هاتي حوض السمك اه ممكن اجيب حوض سمك لطيفة لذيذة الوانات جميله غير كده ما <applause> طيب ااا آه نيجي عندك بقى استاذه لوجي هتوافقي الماما على ايه؟ ممكن <applause> في الماما او لخالتها؟ واحده واحده اه نبتدي بماما الاول ولا ماما الموافقه ان انا اخد بالي من نفسي عشان الدكتور اللي هيرجعك من بالظبط وان انا حوار بقى اللي عنده العصبيه دوت احنا ممكن نتناقش من غير تعليق <تص> صوت لو سمحتي ده حل حلو ماشي نتناقش بالراحه يعني انا هب باخد رايك في حاجه هب الاقي الصوت اترفع <تضح> هم... ماما هنناقش من غير ما حد يتكلم أحاول اكونترول الحته دي خلت بقى حوار العيال ده <تضح> <تضح> آه أه. انا عيال اصلا انا اصلا انا <تضح> اعيال منهم بقى مش <تضح> عارف اعمل حاجه ممكن يبقى مثلا ايه 80 20 كده يعني 80% عيله و20% ابقى ده اكتر حاجه ممكن اعملها يعني جيروم حبيب هي 20 هي اللي هتبقي عيلة ولا الايتي عشان لسه؟ لا الايتي ابقى عيلة. الناس لا حاولي يعني ما يعني بنحاول كده بتحاولي؟ انا متخيلتش لا فكري بجد تاني بجد في الحتة دي. طب النصيحة هتعملي فيها ايه؟ إن خالته كانت بتقولي تسمعي النصيحة. ما أنا ساعات بسمعها أه. بس أنا برضه بسبب العند ده أنا برضه بعمل في دماغي. لازم نتغير اه نقلل اللي عندي بقى يبقى محتاجين ندرب يعني نتدرب ان احنا تحاولي ان انت يعني دي مرة دي ما يحصل ايه تبقي زي الفل انا عندت قبل كده اه لا حاولي ان انت فعلا مره كده تقولي انا مش هعمل المره دي وهسمع الكلام لا عملتها يوم مره كام اسبوع نجربها تاني نجربها تاني شوفي ممكن الموضوع يمشي بسلاسه من غير زعيم من غير حاجه يعجبك الموضوع طيب اوليفر عايز تحب توافق من طلبات ماما او من طلبات خالته على ايه؟ ابطل العند كويس؟ قال من وقت الموبايل حلو ابطل معه تبقى بطل ايه؟ معه حاجه حلوه طب هنعمل ايه في موضوع الخناقات مع اخوك؟ هحاول ان انا ما اتخانقش معاه كتير لما يطلب مني حاجه انفذها لو هي في مصلحته ايه رايك يا ماما؟ اه لا الحمد لله في تقدم اهو <applause> في في موافقات مبدئيه على حاجات حلوه <applause> طب ماما كارن تحبي توافقي لحاجه تانية لاوليفر او توافقي كخالته لحاجه من طلبات برضو تساعدي في ان توافقي او تخلي ماما توافق على طلبات لوجي آه اوليفر يروح ال ممكن بس يكبر شويه يعني ولو معاه بابا هو مش هيروح لوحده <applause> اكيد برضه آه, اه ما يبقى معاه بابا بس ما هو يبقى عارف انه ده مسموح في حاله انه بابا موجود عشان ممكن كلها كام سنه ويقول لي انا واصحابي فيبقى عارف انه لا وبالنسبه للوجي ايوه تاخد ريسك اوف مره انها تروح مشوار لوحدها لانه هي دايما اول مره بتبقى صعبه وبعد كده خلاص بيبقى الموضوع آه يعني انت يعني راتي هنا خالته آه اقنع على ماما بقى, بقى. اقنعي ماما يلا يعني. ايه رايك يا ماما؟ انا افكر في الموضوع لانه

قاعدين بيوافقوا لك على حاجات اهو الحمد لله الحمد لله برنامج جميل هو وفقنا <applause> اه انا اعمل ايه بقى في ايه تاني ايه تاني انتوا كنتوا موافقين على ان انتوا تخرجوا مع بعض وتسافروا مع بعض وحاجات مع بعض بنعمل كده ماشي احنا عايزين نكتر اه نكتر افراحنا نكتر ماما تشاركني واجباتي هنعمل ايه يا اوليفر؟ هستدعيها بس ان هي تساعدني تستدعيها لك ان هي تساعدني لو في حاجه انا مش عارفه ومش عارفه افهمها لكن مش طول الوقت برافو عليك آه في حاجه في الطلبات عايزين تاني توافقوا عليها في الحاجات ان أو عايزين نوصل بينكم انتوا الاثنين بقى بين ماما نفين ولوجي على موضوع ان هي ايه تكرار الطلب نحلها ازاي هجرب ابطل زن لا هي قالت ان احنا ان هي مرتين فعلا بس لازم نوصل لحل واحنا هنا ان بعد المرتين هيبقى فيه ايه؟ زي لا ماشي بس لو نسيتي هنا هيفكر هتفكر اكتبي لها على الثلاجه انا فين هتفكرش اكل يافطه كبيره جدا فكر ايه اللي يرضيك يا ماما مثلا في الحته دي؟ يعني هي لو ما بسرعه هطلب طلب تاني اوكي بس طب ما انا مش هعمل اثنين <تصفيق> <تصفيق> لا ما تطلبي طلب تاني متعلق بالطلب الاولاني فتفتكر يعني مثلا قلت لها وضبي اوضتك وهي ما سمعتش الكلام فروح فروحي بتقولي لها هو اخبار دولابك ايه؟ اي حاجه يعني <applause> تفكريها <applause> بس من غير ما ت <applause> مش هزعق خلاص احنا اتفقنا عايزين مرتين خلاص عايزين مرتين براحتك يا بابا <مار. تصفيق> <applause> بس عشان نبقى متفقين فانت هتقوليها مرتين ماشي اللي هتقوليها مرتين بان انت تفكريها بنفس الحاجه لو هو وضى بي اوضتك وضى اوضتك اه لو ما سمعتش الكلام بقى البانش الثالثه بقى هتوضى الشقه كلها بقى <تصفيق> <تصفيق> هو يتضرب يا الدب <applause> لا لا الثالثه مش هتبقى وضبي بي اوضتك هتبقى اخبار الدولاب ايه؟ فلو اكنك بتستفسري فليه تفتكر عروسي بقى احنا نلعب عروسي اه دي بقى احاول احط و... بس انت... خدي بالك برضو ان انت لازم بما ان انت برضو كبيره وهيدوكي مسؤوليه واحد مشاوير وحاجات كده فبغض النظر عن ال 80 وال 20% اللي احنا قلنا خد لازم برضو ان انت توضبي اوضتك وكده ما في حاجه لازم نسمع الكلام ايوه احنا ممكن عندي فكره احنا ممكن تخرجيني واعمل لك اللي انت عايزه المساومه دي؟ المفروض دي الوقت ما كانش وقت خروج او في مذاكره او في اي حاجه ما هو مش لازم وقتها يعني مثلا انا خرجت النهارده خلاص بكره هوضب حاجتي او لو في وقت بعد ما خرجت هعملها ايوه <applause> دي <applause> 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 <مشي> دلوقتي طلبت منك النهارده توضبي حاجتك ومفيش خروج ومخرجناش لاي لا سبب من الاسباب ما كانش يوم خروج فما خرجناش مفيش توضيب <applause> ايه ده؟ لا أنا جاي من صفك بالك حديني في صفك اكسبني في صفك يا بنتي لا احنا خلاص ايه يا ماما هتفكرك مرتين من غير زعيق والثالثة برضو من غير مش هتفكرك بس هتقول لك بطريقة ما لكنها بتفكرك بس من غير ما تقولها لك بشكل ان هو أوضتك أوضتك كده هتديها لك بهند <ميلا> اعملي معاها هانت عارفه اللي هو ايه اعمل كده خبيلها ورقه تفتحها تلاقيها لا لا العبي معاها يا ماما <ميلا> هحاول هتشلك غالبا ماما هتروح توضّع الاوضه ايوه مش <ميلا> هيحصل <ميلا> لا بجد لازم توضّع لازم تسمعي الكلام <ميلا> بس انا لما بوضبها بوضبها صح هي اوضتك في الاول في الاخر فهي ليكي انت <لأ> تبقي قاعده في مكان نظيف حد عايز يكتب اي حاجه تانيه؟ موبايل. موبايل. يعني هو انا ما عنديش مشكله اجيب لها لنفسها فيه بس وقت ما تبقى الامكانيات امكانيه اكيد هعمل وانا اكتر من وقت الموبايل شويه. وبقلل منه في نفس الوقت. انت لسه قايل هتق... ازاي بقى دي هقلل انت لسه قايل هتقلل من التليفون <applause> قالك انا اكتر <قطل تصفيق> وقت التليفون واقلل منه في نفس الوقت. أي. يعني انا ف... يعني انا ف... <تصفيق> <تصفيق> يعني انا في اول يوم هزوده شويه ومن بعديها بقى ابتدي اقلل. ليه اول يوم هتزوده؟ اشمعنى؟ لا عادة بقى ما احنا هننزل عاده احنا قايلين أقل. تعبناها في كتابه العقد يعني قايمه الدراسه حاجة. وبقى اكتر في الاجاز الاول وبعدين نشوف بقى يعني بالوقت اللي فاضل ماما هتوافق على ايه يعني مثلا في ايام الدراسه ممكن اخليه نص ساعه او ربع ساعه يا سلام ده حلو قوي جميل. جميل بس في يوم بس. الجمعه والسبت ساعه او ساعه والساعة. بس بشرط ما يبقاش برده في امتحانات ما يبقاش في مذاكره مهمه لا لو يوم الجمعه والسبت مفيش حاجه ماشي. ساعة ساعة طب ساعة احنا ساعة. هنكتب هقول لك حاجه احنا هنكتب انه في الحته بتاعه تقليل وقت التليفون انه حسب المذاكره ممكن نزود الوقت دي هتبقى يعني برؤيه ماما بقى ان ايه. هي يعني ولازم وانت كمان انت كا انت برده كبرت فلازم تبقى عارف الالتزامات اللي عليك لو انت خلصت مذاكرتك وتمام ماما شافت ده وان انت خلاص مسؤول اكيد هت تديك ساعتها بونص وتزود لك الوقت شويه صغيرين بس كده كده هو في الاول وفي الاخر تقليل وقت التليفون ده لصحتنا عشان عينينا وعشان دماغنا وعشان حاجات كتير قوي حد عايز يكتب حاجه زياده لوجي اولف لا خلاص كلام نهائي انا بمضي ان انا شاهد نروح بقى لماما نديل وخالته نديل عشان هنرجع في كلامنا انتوا بتمضوا بشخصيتين كل واحد امضي الاول ماما ندين وخالته ندين وبعدين ماما كارين وخالته كارين حاسه انا جالي طبعا نحس في الحلقه بس <استمتع> تمام <applause> لوش أمدي امضي <بقى> باي لغه انت عايزاها اه <applause> بعدين اوليفر فقدت الشغف. الشغف بتاع ايه؟ بتاع اي حاجه. ليه لا ده احنا لسه بنتكلم. موفت على العقد خلاص. اه. ما هو بقى العقد الاحتراف بقى. ايوه يا رب يلا نسيته العقد بقى. ماما وخالتي اتفضلوا. يلا اتفضلوا انتوا كمان. هنستاذنكم بس انتوا ترجعوا لورا. اوكي. تعالي يا لويجي قدام. لا هتطلعوا بقى انتوا عشان تطلعوا.